بوجنان فاطمة الزهراء ممرضة منجزة من الدولة تكوين سنتين. هذه الفئة اللي تقصات واحد العدد ديال المرات من جميع مراسيم، حنا الآن كنطالبوا بترقية استثنائية وهذه سنين وحنا كنناضلوا على قبلها، فإذا بنا نفاجأ بسنتين جزافيتين، سنتين جزافيتين لا ترقى إلى مطامحنا. نحن لا نطالب بسنتين جزافيتين، نحن نقول لا ثم لا للسنتين جزافيتين، نحن نطالب بترقية استثنائية صفر ضرر بأثر رجعي مادي ومالي ومعنوي. نحن نرقى إلى هذه الترقية لكي نرد اعتبارنا. نحن حاربنا كثير من الأمراض، حاربنا أشياء كثيرة، نحن نستحق الترقية الاستثنائية، نحن على مشارف التقاعد، يجب أن نرحل بتقاعد يضمن رفع همتنا عاليا، وشكرا. أنا ممرضة بقسم الإنعاش ذو تكوين سنتين، أتكلم باسم جميع الممرضين ذو تكوين سنتين، أننا نطالب بالترقية الاستثنائية وبأثر رجعي، ولا نقبل سنتين جزافيتين. والممرض في ضيع في الحقوق ديالو، انه لا يعقل ان الانسان يشتغل 40 سنه 41 سنه ومعرض راسه للخطر في هذه الجائحه، ولا يستفيد من هذه الترقيه الاستثنائيه. وان شاء الله نبقى نناضل حتى النصر ان شاء الله، ولنطلب من الحكومة أن تعمل مراجعة في هذه الترقية الاستثنائية بأثر رجعي، وشكرا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.